مين اكتر الفرق يا كابتن الخطر قوي علينا؟ بصراحه كتير يعني، مش بص اي فرق اوروبيه احنا اهم حاجه ان انت تكسري حاجز الفرق الاوروبيه. الفرق الاسيويه بنكسبها، الفرق اللي هي امريكا شمال الشماليه وشمال افريقيا مثلا تونس والمغرب بنكسب الكلام ده كله. تمام. عشان تقدري تكسبي وتحققي، في عندك الدنمارك، في عندك اسبانيا، كرواتيا، النرويج، سلوفينيا، المانيا، البرتغال، السويد، في كمان فرقتين جم مدعوتين، هم ما كانوش موجودين اصلا في البطوله خالص او مش مصنفين اصلا، هم دخلوا عشان بطوله اوروبا. الاتحاد الدولي بعد دعوتين للاتحاد الروسي، وطبعا بعد دعوه ثانيه للاتحاد البولندي. والفرق البولنديه دي من اقوى فرق في العالم كمان، مش مثلا مش السويد بس ولا الدنمارك بس، بولندا اللي هي اصلا اللي جايه بدعوه دي من اقوى بلاد في العالم. وحضرتك اكيد هتشوف البطوله، هتشوف هي عامله ازاي ونتائجها ازاي والقوه اللي عندها عامله ازاي. طبعا البطوله مهمه جدا في ارضنا طبعاً. التصنيف على مستوى العالم كمان مهم جدا اللي هو اتحط له. طبعا كمان عندك فرق كمان زي ايسلندا، فرنسا، التشيك، البحرين، الحاجات دي كلها ده تصنيفها في التصنيف الثالث كمان. تخيل فرنسا اللي هي بطله العالم طبعاً. وايسلندا والحاجات دي كلها ده في التصنيف الثالث. يعني انت عشان تاخدي فرقه مجموعه زي دي ممكن يقع معاكي سي مثلا السويد او الدنمارك على حسب، ممكن نختار احنا كده نختار فممكن نختار اضعف مجموعه مثلا. ده قولي مثلا في التصنيف الاول هنختار مثلا السويد او البرتغال. لو التصنيف الثالث معانا ممكن تقع معانا مثلا فرنسا، تقع معانا التشيك، تقع معانا ايسلندا. هو ده التصنيف. انت بتاخدي الاول البطوله دي هيصنفوا المستوى الاول وبعدين المستوى الثالث وبعدين المستوى الرابع، وبعد كده انت بقى عشان انت منظمه البطوله فهتخشي اخر حاجه، انت اللي هتنقي وهتتحطي في المجموعه اللي حضرتك انت عايزها. وحضرتك شايف انه صح ان احنا نختار فرق قويه في الاول، فرق اوروبيه عشان احنا كده هنلعبها، عشان يعني كده هنلعب. هنلعبها واحنا متفقين ان احنا من الاول بدل احنا عايزين صح. نلعب على ميداليه او نخش المربع الذهبي ده، يبقى انت لازم تكون قويه وتنافسي. اللي عايز يكسب بيكسب اي كان فريق قدامه، ضعيف قوي كده كده هتقابله. هتقابله دلوقتي وكمان غير كده كمان ان الفرق الاوروبيه لسه ما استعدتش قوي. موضوع الكورونا والحاجات دي كلها لسه اكيد اثر في الاعداد بتاع المنتخبات بصفه عامه على منتخب على منتخبات العالم كلها. فده مهم جدا ان انت وكمان الفرق الاوروبيه او الفرق القويه جدا ما بتخشش فول باور اصلا للبطوله، بتبقى داخله تدريجي عشان عندها لسه عندها ماراثون عشان تلعب على بطوله، فمحتاج 3 ماتشات وبعد كده ممكن 3 ماتشات عشان تلعب 8-9 ماتشات دي، فالمفروض بتخش تدريجي عشان تخش. واحنا المفروض احنا برده نخش تدريجي، بس اما في الفرق الجامده مش هنخش تدريجي طبعا عشان ده ياثر علينا طبعا. أكيد.